أهلا وسهلا بكم إلى معرض الصحافة، ونستهل هذه الجولة الصباحية بين الصحف الوطنية العربية والأجنبية بموقع الشروق أونلاين الذي تطرق مشاهدينا إلى دراسة أمريكية قالت أن الجزائر تستعرض عضلاتها الاقتصادية والسياسية. وفي تفاصيل هذه الدراسة تقرؤون مشاهدينا، قال تقرير أمريكي إنه من المتوقع أن تلعب الجزائر دورا بناء ومركزيا في ليبيا والصحراء الغربية. وينقل عن دبلوماسيين أمريكيين قولهم إن الجزائر واحدة من أكثر المناطق صعوبة في اختراقها وفهمها، لكن على مدار العامين الماضيين كانت هناك مؤشرات على أن الجزائر تتغير وبدأت في استعراض عضلاتها الاقتصادية والسياسية. وتقدم الدراسة التي تطرقت إليها أو تطرق إليها موقع الشروق أونلاين والتي نشرها معهد السلام الأمريكي للباحث توماس إم هيل كبير مسؤولي البرامج لشمال إفريقيا بالمعهد، واقع ومكانة الجزائر وقدراتها التنافسية الحالية، ويقارن وضعيتها الحالية مع ما قبل 2019، حيث يؤكد أنها بدأت في استعراض عضلاتها الاقتصادية والسياسية. في يومية المساء الصادرة بتاريخ اليوم مشاهدينا تقرؤون في شأن دبلوماسي، حيث عادت هذه اليومية إلى زيارة الرئيس تبون إلى موسكو ماي القادم، فيما حدد موعد هذه الزيارة في مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي. وتقرؤون في عنوان فرعي اجتماع مرتقب للجنة المختلطة الكبرى الجزائرية الروسية. وفي الدبلوماسية دائما تطالعون على رأس الصفحة الأولى رئيس الجمهورية يستقبل الممثل الشخصي لأمير دولة قطر. أما في الرياضة مشاهدينا وما يخص الحدث الرياضي، خطوة للتاج الإفريقي المنتخب المحلي في نهائي الشان ونتيجة وأداء، رئيس الجمهورية هنأ المنتخب الوطني المحلي بالمناسبة في رسالة وجهها إلى الناخب الوطني واللاعبين. تقرؤون مشاهدينا في تفاصيل هذه وفي هذا المقال تحديدا، إذن التصدي لجريمة دخيلة وضمان الحماية والرعاية للضحايا. أبرز وزير العدل حافظ والأختام عبد الرشيد طبي أمس أهمية مشروع القانون المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته للتصدي لهذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع الجزائري، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة تحولت إلى جريمة عابرة للحدود، هذا ما جعل المجتمع الدولي يطالب بسن تشريع خاص بها، وهو ما لجأت إليها الجزائر للتكيف مع الالتزامات الدولية وتجميع كل أشكال هذا الإجرام في نص قانوني واحد. تقرأنا مشاهدينا فيما يخص الزيادات في الأجور المرتقبة قبل شهر رمضان المقبل، صبوا معاشات 3 ملايين متقاعد قبل رمضان. من المنتظر أن يشرع في صب الزيادات الجديدة في معاشات 2,980,000 متقاعد خلال الأسابيع المقبلة، أي قبل حلول شهر رمضان، حسب ما أعلن عنه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة أول أمس من الأغواط، تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية برفع الحد الأدنى لمنح التقاعد لموائمة شبكة الأجور مع القدرة الشرائية والدعم المستمر للفئة الضعيفة اجتماعيا. الخبر اليومي يعود إلى الحدث الكروي ويعنون صدر صفحته الأولى الكأس على بعد 90 دقيقة بعد فوز الخضر على النيجر بنتيجة 5-0. تقرؤون مشاهدينا فيما يخص الحدث الدبلوماسي، لا حديث مشاهدينا في الصحافة الوطنية سوى عن الزيارة التي سوف تقود عبد المجيد تبون إلى روسيا ماي القادم، وعن اجتماعات اللجنة المشتركة العليا الجزائرية الروسية. تعود هذه اليومية إلى تفاصيل العثور على جثة جمال الدين شاوي، وتقرؤون في عناوين مشاهدينا فرعية، حيث عادت هذه اليومية إلى الثغرات الموجودة في مشاريع قوانين الإعلام،
عادت أيضا إلى ضوابط استيراد المصانع المستعملة. تقرؤون أيضا مشاهدينا في افتتاحية الموعد. وفي شأن أمني، الفريق أول السعيد شنقريحة يؤكد على أهمية التكامل المطلق والانسجام بين مختلف مكونات الجيش. وتطالعون أيضا مشاهدينا رئيس تبون في زيارة إلى روسيا شهر ماي القادم. دبلوماسيا أيضا، كوجيل يستقبل رئيس المجلس الوطني الفلسطيني. وعلى رأس صفحتي الأولى يمكنكم قراءة هذه العناوين. دبلوماسيا، الرئيس تبون يستقبل الممثل الشخصي لصاحب السمو أمير دولة قطر. بوغالي يستعرض واقع التعاون بين البرلمان الجزائري والإفريقي. وتعود هذه اليومية إلى تأهل الخضر إلى نهائي الشان. أخبار اليوم تأتيكم بعناوين رئيسة أخرى وتخصص صدر صفحتها الأولى إلى تأهل المنتخب المحلي إلى نهائي الشان، وتعنون الشبان يبدعون في وهران ويبلغون نهائي الشان. تقرؤون فيما يخص زيارة رئيس الجمهورية إلى روسيا ماي المقبل، الرئيس يزور روسيا في ماي. ومكالمة هاتفية جمعت بين الرئيس عبد المجيد تبون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. تقرؤون أيضا مشاهدينا فتح موقعين المترشحين الأحرار للباك والبيام، وتفاصيل هذا الموضوع تأتيكم على النحو التالي. إذا تطالعون في التربية، فتح موقعين المترشحين الأحرار للباك والبيام، هذا ما أعلنت عنه وزارة التربية الوطنية أمس الثلاثاء، حيث أعلنت عن إعادة فتح موقعين إلكترونيين لفائدة المترشحين الأحرار في امتحاني شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط ابتداء من هذا الأربعاء إلى غاية 15 من شهر فبراير، وذلك قصد تمكينهم من مراجعة أهم معلوماتهم الشخصية والتأكد من صحتها. القدس العربي ضمن الصحافة العربية مشاهدينا تأتيكم بهذه العناوين، حيث خصصت حيزا كبيرا من افتتاحيتها للحديث عن التحرك الأمريكي والإقليمي لمنع نشوب انتفاضة فلسطينية جديدة ضد الكيان الصهيوني. أما فيما يخص الوضع في تونس فعنونت قيس سعيد يحمل المعارضة مسؤولية مقاطعة التونسيين للانتخابات، وحقوقيون ونشطاء يرفضون البرلمان الذكوري. أما فيما يخص الحرب في أوكرانيا فتكتب هذه اليومية، أوكرانيا تتسلم 120 دبابة ثقيلة وبايدن ينفي إرسال طائرات مقاتلة. تقرؤون مشاهدينا فيما يخص الوضع الإقليمي، القمة المغربية الإسبانية اليوم بعد تأجيل 7 سنوات، وترقب لموقف جديد من مدريد حول قضية الصحراء الغربية. أما فيما يخص الجزائر فعادت هذه اليومية العربية إلى العثور على جثة رئيس البلدية بعد خطفه واغتياله بطريقة بشعة، والشبهات تتجه نحو مافيا محلية. وجاء في تفاصيل هذا العنوان، تعرض رئيس بلدية ومحامي شرق الجزائر للاغتيال بطريقة بشعة في قضية شغلت الرأي العام طويلا في الجزائر بعد الإعلان عن اختفاء الرجل في ظروف غامضة قبل نحو 10 أيام. ويخشى أن تكون هذه العملية من تدبير مافيا محلية كان قد اشتكى منها الراحل في كتاباته على مواقع التواصل، فقد عثر جهاز الحماية المدنية على جثة المحامي ورئيس البلدية المفقود بولاية سكيكدا جمال الدين شاوي، وفق ما أعلنه في بيان له في منطقة التوميات بلدية الحروش ولاية سكيكدا. ووجدت الجثة ممزقة بآلة حادة.
تفاصيل هذا الموضوع تجدونها في افتتاحية القدس العربية الصادرة بتاريخ اليوم. أما الصحافة الأجنبية والفرنسية منها فتقرؤون مشاهدينا في افتتاحية ليبراسيون الصادرة بتاريخ اليوم، والتي عادت إلى الاحتجاجات التي عمت شوارع مختلفة من فرنسا على غرار باريس، وكتبت إصلاحات التقاعد غير قابلة للتفاوض، أو هل هي قابلة للتفاوض؟ تتساءل يومية ليبراسيون. بهذا نصل وإياكم إلى ختام عدد اليوم من معرض الصحافة. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.